من يقتني هذه الصور للذكرى كما قلنا، يقتني هذه الصور للذكرى، وهذه لا تنفع شيئا. ولو كانت هذه مباحة كان الصحابة رضي الله عنهم رسموا صورة النبي صلى الله عليه وسلم وابقوها للذكرى، لم يفعلوا ذلك. فلذلك الأصل عدم جواز اقتناء هذه الصور، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فإن كان ولا بد أن الإنسان يعني متخذ هذه الصور فلا يجعلها بارزة، لا يجعلها بارزة، وإنما يجعلها في خزانة أو غير ذلك، يطلع عليها ثم يعيدها في هذه الخزانة، ولا يظهرها ولا يعلنها ولا يعلقها، وإنما تكون في الخزانة.